الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يدعو الاتحادات لاجتماع طارئ بسبب انتشار كورونا. وزير الرياضة يعلن عن انطلاق مسمى شباب العشرين على مباريات الجولة العشرين. وكلاسيكو قمة الجولة العشرين يجمع النصر بالأهلي في الرياض. أهلا بكم في النشرة الرياضية. تأهل لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة علي الخضراوي رسميا إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو عام 2020، وذلك بعد فوزه بلقب بطولة غرب آسيا. وضمن اللاعب الخضراوي تأهله بعدما تفوق على اللبناني داود شيب في نهائي التصفيات الآسيوية غرب القارة والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 بأربعة أشواط مقابل شوط واحد. وجه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الدعوة لعقد اجتماعات طارئة الأسبوع المقبل لممثلي الاتحادات الوطنية وروابط الدوري في منطقتي غرب وشرق آسيا، حيث يواصل الاتحاد القاري التعامل مع الانتشار العالمي لفيروس كورونا. سيعقد اجتماع ممثلي منطقة شرق آسيا يوم الاثنين المقبل في العاصمة الماليزية كولومبور، وعلى أن يعقد اجتماع منطقة غرب آسيا يومي 7 و8 من شهر مارس 2020. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع انضم معنا عبر الهاتف الإعلامي ومختص في شؤون الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأستاذ سلطان المهوس. في البداية أهلا بك معنا في النشرة الرياضية، بحكم خبرتك ما هو السيناريو الأقرب والمتوقع من الاتحاد الآسيوي في ظل انتشار فيروس كورونا؟ أهلا بكم، سعيد أن أكون في الأخبارية. أولا نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بأن يشفي جميع مرضى هذا الفيروس الذي اجتاح العالم، ونتمنى السلامة والتوفيق للجميع. بالنسبة للإجراءات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فقد أعطت أولوية كبيرة جدا من قبل أمانة الاتحاد الآسيوي وإدارة المسابقات لمحاولة إنقاذ إذا ما سميناها إنقاذ أكبر بطولة كروية وهي دوري أبطال آسيا، من خلال وضع عدد من السيناريوهات المطروحة خلال المستقبل القريب، لا سيما وأن الاتحاد الآسيوي الآن يمضي بشكل غير أو يرتكز على قرارات الحكومات في الدول الآسيوية وليس عبر خططها، على اعتبار فيروس كورونا أصبح من الأمور ذات الأولوية العالية بالنسبة للدول وحركة السفر. اليوم بيان الاتحاد الآسيوي ارتكز على ثلاث بنود. الأول هو عقد اجتماع طارئ للأندية المشاركة، جميع الأندية والروابط المشاركة في دوري أبطال آسيا سواء في الشرق أو الغرب، ولمناقشة المستقبل هذه البطولة والاقتراحات الموجودة من هذه الأندية والاتحادات. الثاني تأجيل مباريات الجولة الثالثة وعدد مباريات الجولة الثالثة، وخاصة الأندية الإيرانية في غرب القارة والأندية الكورية في شرق القارة مع الصينية. وهذا التأجيل أيضا صدر لقرارات الحكومات في تلك الدول بحظر حركة السفر. الأمر الآخر وهو التنسيق العاجل مع الفيفا لمعرفة مصير مستقبل مباريات تصفيات كأس العالم بقارة آسيا المقبلة، وكيف ستكون إجراءاتها في ملاعب محايدة، أم ستتأجل إلى بضع من الوقت، لأن الرزنامة الرياضية في آسيا تحديدا ستكون محط تغييرات كبيرة جدا. تسألني عن ما هو السيناريو الأقرب، أتوقع أنه سيكون هناك تأجيل للبطولة وعدد كبير من المباريات على أن يكون هناك ترقب لفترة شهر أو شهرين لما تسفر عنه هذه الأمور، ثم البت في القرار النهائي لمصير البطولة، مع الأخذ بالاعتبار أن الاتحاد السعودي الاتحاد الآسيوي بقيادة الشيخ سلمان بن إبراهيم
استطاع في مواقف سابقة في أزمة الكوريتين الجنوبية والشمالية، في أزمة ماليزيا وكوريا الشمالية، في أزمة الملاعب المحايدة، في أزمات كثيرة جدا استطاعوا أن يحلوها بشكل هادئ وحكيم. وما نتوقع حقيقة وهو إجراء صحيح أن يجتمع مع الأندية المعنية والاتحادات المعنية لمعرفة مصير خاصة مرتبطة بمباريات منتخب وأيضا مرتبطة بمسابقات محلية داخلية. بمعنى إلغاء البطولة غير مطروح حاليا. لا يمكن التكهن، ونحن في أول الشهر الميلادي، أول السنة الميلادية، لا يمكن التكهن قطعا بهذا الموضوع، ولم يطرح أصلا على اعتبار أنه سابق لأوانه، وعلى اعتبار أيضا بعض الأخبار المبشرة عن وجود لقاح ووجود حالات شفاء كبيرة جدا لهذا الفيروس. وبالتالي الأمر ليس بيد الاتحاد الآسيوي حتى نكون منصفين. اليوم الأمر هو بيد الحكومات السياسية في الدول الآسيوية، وهي من تحرك حركة السفر وحركة الجماهير وحركة الذهاب والأياب. وبالتالي الآسيوي يترقب، لكنه لن يلجأ إلى خيار الإلغاء إلا في الرمق الأخير، وهو خيار غير مطروح حاليا. أشكرك، كان معنا عبر الهاتف الإعلامي والمختص في شؤون الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأستاذ سلطان المهوس، شكرا جزيلا لك. وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تأجيل مباراة النصر وسبهان الإيراني، وذلك ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا تحت إشعار آخر. ويذكر أن الاتحاد الآسيوي للعبة قرر في وقت سابق تأجيل مباراة التعاون أمام بيرسبوليس الإيراني في الجولة الثالثة من دوري المجموعات بدوري أبطال آسيا، وذلك لتفشي فيروس كورونا. أعلن وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل عن إطلاق مسمى شباب العشرين على الجولة العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم. وربط وزير الرياضة مسمى الجولة العشرين بحملة المملكة شباب العشرين، والتي تهدف إلى مساندة وتوعية الشباب من أجل مستقبل أفضل. تنطلق اليوم الجولة العشرون من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يستضيف النصر نظيره الأهلي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في قمة مباريات الجولة. ويحتل النصر المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة، إذ يسعى النصر إلى مواصلة الفوز والمنافسة على صدارة الدوري للحاق بالهلال، بينما يسعى الأهلي للفوز وتوسيع الفارق النقطي بينه وبين الوحدة الرابعة. وللحديث عن الكلاسيكو المرتقب ينضم معنا عبر الهاتف المدرب الوطني عبد الرحمن الحمدان. كابتن عبد الرحمن، أهلا بك معنا في البداية في النشرة الرياضية. نحن الآن في الساعات الأخيرة قبل انطلاق الكلاسيكو الذي يجمع الفريقين، كيف ترى وضع الفريقين فنيا؟ مساء الخير أخوي محمد، مسي عليكم ومسي على الأخوة المشاهدين. أهلا بك. كلاسيكو من الكلاسيكوات في الكرة السعودية التي تنتظر عشاق الكرة بشكل أو بآخر، مهما كان مستوى الفريقين أو بعد
الفريقين عن التنافس إلا أنه يظل من الكلاسيكوات المميزة في الكرة السعودية. حاليا أداء الفريقين ومستوياتهم متقاربة جدا، أنت تتكلم عن المركز الثاني والمركز الثالث، المنافسة على أشدها، يملكون من العناصر المحترفة الشيء الكثير والمميز من اللاعبين. أنت لما تتكلم عن وجود حمد الله أفضل رأس حربة متواجد يقابله الكابتن عمر الصومة، أفضل رأس حربة يمكن أجنبي مر في الكرة السعودية، أنت تتكلم عن قوة ما بين الفريقين في العنصر المحترف بشكل كبير يميز أداء المباراة ويرتقي بها. طيب كابتن، يعني الكلاسيكو يعني بإيجاز، من يعني بنظرك من سينتصر في هذه المواجهة؟ بحكم ان في غيابات من الفريقين الأهلي وفي غيابات كذلك من النصر. الفريقين متقاربة، انا قلت لك الفريقين يمرون بنفس الظروف، يعني اذا احنا تكلمنا عن الأهلي وعندها اصابات، برضو احنا نشاهد المباراة الأخيرة إصابة اللاعب رابط وعملية احتمال عدم مشاركته. من يريد المنافسة، من يريد المنافسة والذهاب إلى البطولة لا يتعذر، عرفت، بالإصابات. كرة القدم تعتمد على مجموعة لاعبين ولا تعتمد على لاعب. الفريقين مهيئين طبعا، أنت لما تجي ظروف المباريات أو ظروف وضع الفريقين، النصر هو الأقرب منطقيا، النصر هو الأقرب للمباراة بحسب أنه حتى الآن هو في المركز الثاني، لا يريد أن يفرط بالنقاط، ولديه ترسانة نجوم ولاعب محترفين عالية جدا. طيب مع العلم أخوي محمد، مع العلم أن عودة ديجاني وعمر السومة وسوزة هتعمل إضافة للفريق الأهلاوي. أشكرك، لم يتبقى معي مزيد من الوقت، أشكر المدرب الوطني عبد الرحمن الحمدان، شكرا جزيلا لك. وعلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة تقام في هذه الأثناء مباراة التعاون مع ضيفه الهلال، ولا تزال المواجهة قائمة بالتعادل السلبي للفريقين. طويلة وعالية بالخلف، ماتشاد وخلصها البرتغالي، رجعت مرة ثانية لكاريو بالخلف مرة ثانية، جانك هيونسو يلعب الكرة في وسط الملعب، استلام من سلمان على اليمين، هلالية نقلات، هو الأكثر استحواذا في الدوري، هو الأكثر تمرير في الدوري على فكرة، جحفلي على اليسار يتقدم يلعب الكرة، مد الله بنقلة للأمام، سالم دخل على فيصل درويش والحكم السلوفيني يتدخل بالصافرة. اختتمت فعاليات معرض الرياضة أسلوب حياة والذي أقيم بالإدارة العامة للخدمات الطبية في القوات المسلحة، كان المعرض قد تم تدشينه يوم الأحد الماضي برعاية نائب مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية اللواء الطبيب غالب ابن حريب وعدد من اللاعبين والمدربين الوطنيين. تضمن المعرض الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الإدارة لعدد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والصحية، وذلك تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2020 وبحضور عدد من الشركات والجهات الصحية ذات العلاقة. بتحقيق هذه الرؤية على هدف منها إن شاء الله هو بناء مجتمع صحي قوي قادر على بناء وتطوير وازدهار هذا الوطن الغالي في ظل حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد وسمو نائبه، سائل المولى عز وجل أن يحفظ وطن الغالي من كل سوء. وحقيقة أود أن أشكر، أنتهز هذه الفرصة كذلك لحضوركم أولا، وكذلك سعدنا باستضافة كوكبة من أعلام اللي هو الرياضة في المملكة وعلى رأسهم الكابتن ماجد عبد الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا
النشاط الذي سيقام خلال لمدة أسبوع إن شاء الله شريحة كبيرة من المجتمع. حقيقة لو استوعبنا جميعا الفوائد الجمة من الرياضة لحرصنا أن نجعل لها وقتا يوميا من حياتنا اليومية لممارستها ولو لبضع دقائق.